أغنية يا ماما جديدي، أغنية عن الأم، تكريم لكل أم، هي النسخة المغربية أغنية ليزيو دو لا ماما لكينجي جيراك. و داك الشيء كامل اللي كان عندي، دوك الأحاسيس الزوينة الماما، غنيتهم في هذه الأغنية ونتمنى تعجبها وتعجب جميع الأمهات. هو الفكرة جات من طرف المخرج سعيد مساريه، هو اللي عرض عليا هذه الفكرة، وهضرنا مع طاقم العمل ديال كينجي جيراك، وتلاقيت معه هو شخصيا وسمعنا له الأغنية وعجبته بزاف، وهو شجعني. هذه الأغنية هي أغنية تكريم الأمهات العالم، وأنا بغيت نكرم سعاد صابر، لأن هي العام اللي فات كانت درت لي واحد المفاجأة، وكانت حضرات لي في عيد ميلادي اللي كان في بلجيكا، وكانت واحد المفاجأة كبيرة بزاف اللي ما عمري نساها، وكنت ديما كنقول خاصني ندير لها شي حاجة اللي نرد لها ديك المفاجأة، وبغيت نكرمها اليوم بلاصة الوالدة ديالي. الوالدة ديالي بعيدة في ديت أحفير، فهي كانت مثابة الوالدة ديالي اليوم، وماشي غير أنا اللي كرمتها، نتوما حتى نتوما كرمتوها معايا، الصحافة والفنانين كاملين اللي كرموها، لأنها تستاهل كل الحب. داكشي اللي عطات وباقي مازال كتعطي. هذا العمل، هذا واحد العمل خدا تقريبا واحد 4 شهور ديال الوقت، اللي اولا حاولنا بعدا نقنعوا بدر السلطان باش يغني على الام. سافيك سا ريست كوميم ان ارتيست تري سونسيبل، ان ارتيست دو كور. دونك الفكره جات، انا تعجبني لا شونسون ديال كينجي جيراك لي زيو دو لا مامون، واقترحتها على بدر، قلت ليه علاش ما نغنيوش هذه الاغنيه بالطريقه المغربيه ديالنا ونحترموا ذاك اللحن. اتصلنا بكينجي جيراك اللي عجبته الفكره، وجا عندنا هنا لكازا وشفناه وتكلمنا معاه. دونك سو سي دي سيتي فريمون ان اسبري تري فاميليال فاش شاف بدر وعجبو المشروع. دونك سو كيفي قمنا بالتصوير ديال هاد لا شونسون في النواحي ديال مراكش اكزاكتومون في منطقه التفليحت، وتنشكر هادوك الناس اللي استضافونا، واحد الفيلاج مانيفيك في واحد الديكور مانيفيك. وحاولت زعما كنطرق لهاد لو سوجي ديال لا ماما بواحد، لان طلعت من ديك الجمله ديال تتقول بان الجنه تحت اقدام الامهات، والصوره صوره على تري اوكر كي ريبريزونت فان كونت لا تيغ. هذا هو هذه الفكره، وزالي فواغ الجماليه، و سيتي مانيفيك سانسيغمون، وافيك بدر سيتي اونكور مانيفيك، وغتشوفوا بدر بواحد الحله جديده ان شاء الله. حبي ليك يا ماما أنا